حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين، ونواصل مشاهدينا الكرام هذه المتابعة المستمرة الخاصة بالانتخابات النيابية التي تسمى مبكرة في العراق، والتي تجرى وسط السخط والغليان الشعبي من تردي الأوضاع في البلاد، ما ترجم إلى إقبال ضعيف واسع للانتخابات. كانت بداية هذا الإقبال التصويت الخاص، ثم اتساع الدعوات إلى المقاطعة والتي استهلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بكم استاذ نظير معنا. اهلا استاذ نصر، حياكم الله. وسيكون ايضا معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات عباس فاضل. نواصل بعد هذا الفاصل. حياكم الله إذا مشاهدينا الكرام مجددا في هذه المتابعة الخاصة المستمرة بالانتخابات النيابية التي سميت مبكرة في العراق. إذا نبدأ من ضيفنا عبر الهاتف الناشط عباس فاضل، نبدأ من الوضع الميداني للتصويت. في البدء نرحب بك سيد عباس، مرحبا بك. اهلا وسهلا وتحياتي للكادر كوادر قناه الرافدين جميعا ان شاء الله. حياك الله. سيد عباس، كيف ترون الاقبال حتى الان على التصويت، وكيف تفسرون حسب ما ورد من انباء هذا الاقبال الضعيف لنقل الذي تشهده الانتخابات؟ استاذ العزيز، انا راح احكي لك من منطلق يعني شاهد عيان، لانه انا حاليا في احد مراكز الانتخابات، وبصفه مراقب دخلنا ان شاء الله المراكز الانتخابيه. الاقبال فعلا ضعيف، ويعني ضعيف تقدر تقول لحد، لان هم يعطون الساعه 12 الظهر يعطون موقف، ونهايه الانتخابات يعطون موقف اخر. فلغايه 12 الظهر موقف الانتخابات ضعيف جدا، يعني المحطة الانتخابية الواحدة لا تتعدى ال 25 او 26 ناخب. فهذا سببها عزيزي انه اكو ناس متعبة، يعني ناس متعبة من السياسيين الموجودين، من الوجوه الكالحة نفسها، نفس الوجوه اللي تتداور، فاصبح الناخب يعني ما عنده ثقة بالانتخابات. يعني احنا حاليا بنشوف يعني اكو بيهم يجون تقريبا، ما اقول لك الاغلبيه وانما اعداد لا باس بها، يجون يسقطون بطايقهم ويرجعون. فما من تسال تقول له ليش سقطوا، يعني كان ما مقتنع باي واحد منهم. عفوا سعد عباس، يعني انت بصفتك شاهد عيان كما ذكرت، انت رايت يعني مجموعه من الاشخاص في بعض مراكز الاقتراع وهم يذهبون لكي كما تفضلت يسقطون تصويتهم فقط لا غير. يسقط الورقه الانتخابيه مالته، يخلي اكثر من شخص يختم على اكثر من شخص بها، فهي البطاقه الموجوده لك حق تختم على شخص واحد، ولكن اذا صار اكثر من شخص في البطاقه فتعتبر بطاقتك ساقطه. فاللي يجون يعني احنا موجودين بالمحطات الانتخابيه بالمراكز الانتخابيه، بدنا نلاحظ ونشوف انه اللي يجي اكو بهم يعني ينتخب، ما حتى اللي ينتخبه ما يعرفه، بس مجرد يريد يجي ينتخب ويطلع. واكو بهم لا يعرف اللي ينتخب ومحدد انتخابه وينتخبوا، اكو بيهم لا اللي اصلا ما جاي لحد الان، واللي بيهم بيسقطون البطاقه الانتخابيه مالتهم وما مقتنعين بالله، يقول لك انا ما مقتنع، انا صار 18 سنه نفس الطاس ونفس الحمام مثل ما يقول المثل العراقي. اي نعم، يعني هذه هي مقاطعه لنقول من نوع اخر للانتخابات بهذه الطريقه. يعني تقدر تقول حاليا لحد هذا الوقت هي شبه مقاطعه. ما نعرف بعد وراء يعني قبل نهايه الانتخابات الساعتين ثلاثه راح يكون اكو تواجد او ما يكون، ولكن هي كشيء عام
يعني الانتخابات من تعرفها ضعيفة تبين من ساعاتها الأولى تبين ضعيفة، لأن لو أكو إقبال يعني خلينا نقول هي ملايين إلى حق تنتخب، يعني عدة ملايين إلى حق تنتخب. طيب أنت لحد الآن هاي ساعة واحدة أو أكثر من واحدة راح تصير والناخبين عددهم قليل، فشو وقت راح يجون الباقيين اللي يلحقون على الانتخاب؟ وما أتصور يلحقون على الانتخاب إلا العدد القليل، فتعتبر نقدر نقول عليها شبه مقاطعة. يعني وفق هذه الصورة التي وصفتها لنا سيد عباس، سبقت هذه الانتخابات كما تعلم اليوم دعوات مستمرة ولنقل مستميتة من شركاء هذه العملية السياسية إلى المشاركة والتصويت بقوة في هذه الانتخابات، كيف تنظرون بصفتكم ناشطين، ما الهدف من هذه الدعوات وكيف ترجمت وقد نقلتم لنا قبل قليل ما حدث؟ أستاذ العزيز، بالنسبة للسياسي يعني احكي لك باللكنه العراقيه، يعني مستقتل السياسه العراقي مستقتل على الانتخابات، يدعو انصارهم يدعون بالاعلام ويدعون يريدون العراقيين بكل صوره انه يذهبون للانتخابات. فالناخب العراقي دا يشوف يعني احنا عندنا معطيات من انتخابات 2006 لحد الان. أول الانتخابات كان لها عدد معين، ثاني انتخابات قل العدد، ثالثة قل العدد إلى 2018، وأنتم عندكم علم وعندنا علم أنه 2018 كان الانتخاب 18%. زين، فهذه الدورة الحالية اللي راح يكون أكيد راح يكون الانتخاب أقل من 18%، ولكن احنا نعتب نفس الوقت نعتب على الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة هم تقريبا متفقين ويا السياسيين العراقيين، لأن الأمم المتحدة عدا قرار يقول لك حتى إذا 10% الانتخاب فيعتبر الحكومة تعتبر الحكومة الشرعية وتمشي. فهي الطامة الكبرى يا عزيزي، الطامة الكبرى انه الامم المتحده اللي احنا معتمدين عليها واللي رويناها الفيديوهات والمنشورات كلها، وتعرف الامم المتحده شنو القتل اللي يصير وشنو الاختطاف وشنو الاغتيالات اللي تصير والخطف وهذا، ولكن مع الاسف الامم المتحده اذن من طين واذن من عجين. يعني الامم المتحده حاليا لحد الان، وحتى بالاذخارت احنا بالنسبه ان الناشطين والثوار تشرين احنا منطقيها البلاسكارت، لان البلاسكارت متفقه اتفاق مع السياسيين وجلوسه مع ابو فدك وغيره، فكل زين. هي المصيبه انه اللي انت متامل عليه هو يطلع عدوك. فالانتخابات حتى اذا صارت وراح يرجعون نفس الوجوه، لانه اكو اكيد راح يصير عمليه تزوير مهما كانت ومهما الاجهزه يقولون عليها اختلفت، وراح يصير فيها معاقبه المخالفين او المزورين، فهذا حكي مجرد كلام للسياسيين، لا يعاقبون احد ولا يخالفون احد، وهم اكيد راح يصعدون نفس الوجوه. نعم، ارجو ان تبقى معنا سيد عباس فاضل الناشط في التظاهرات. نجدد ترحيبنا بسيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نظير، كما تفضل قبل قليل سيد عباس وهو ناشط، يعني نقل لنا ما حدث في أحد مراكز الاقتراع وقال بأنه الإقبال ضعيف جدا، وهناك يعني بعض الأشخاص ذهبوا لكي يسقطوا ورقتهم الانتخابية بهذه الطريقة، كيف تفسر ما يحدث الآن؟ نعم، يعني أنا أعتقد أن هذا هو كان المتوقع من كثير من المحللين من المراقبين للشأن العراقي، كان يتوقع بأن هذه الانتخابات سيكون الإقبال عليها ضعيف، بل حتى من يفرض عليه الذهاب يعني كالمنتسبين في الأجهزة الأمنية بالتصويت الخاص ذهبوا وأسقطوا أوراقهم الانتخابية باختيار عدة مرشحين لكي تلغى. ونفس الحال بالنسبة للمدنيين، كان هناك البعض، طبعا هذا الأمر غير صحيح، يعني من يريد أن يقاطع الانتخابات لا يذهب بتاتا لها، لأنه ستعتبر مشاركة حتى لو كان صوته قد ألغي، لكن تعتبر من ناحية إحصائية ضمن المشاركين. صحيح. وهذا يعطي شيء من الشرعية للانتخابات، لكن مع ذلك يعني معناها أن وجهة النظر الشعب العراقي هي ضد هذه الانتخابات، وأنه ليس لديه ثقة بمخرجاتها، وأن يعني لا خيار لهذه الأحزاب سوى عمليات التزوير للحصول على المقاعد التي يريدوها. والأمر الآخر، يعني أنا أحيانا بعض من يدعي أنه هو يريد الإصلاح ويريد الخير لهذا البلد يقول اذهب واختار الشخص المناسب، يعني يا أخي الكريم،
معظم الذين مرشحين هم إما ميليشيات أو أحزاب كانت لديها تاريخ أو وجوه بديلة لنفس الأحزاب، وبالتالي أين سأجد هذا المرشح الذي سأعطيه صوتي لكي يكون عامل إصلاح في البرلمان؟ لا توجد خيارات حتى للشعب العراقي، وبالتالي لدى الشعب العراقي يأس من هذه العملية التي يعني يسمونها عملية ديمقراطية، ويأس من الطريقة أيضا. نعم أستاذ نظير، يعني نفس المحاصصة الحزبية والمناطقية والطائفية مكونات اليوم يعني قبل أن أدخل الاستوديو يعني قرأت خبر حتى في قرى صلاح الدين هناك متنفذين من الحشد العشائري يفرضون على مواطنين القرى بالذهاب إلى مراكز الانتخاب وانتخاب أسماء معينة بالاسم لكي يعطوها أصواتهم. هذا يعني حتى في خرق ديالة قبل قليل نفس الحال. نعم. هذا خرق فاضح والآن يعني أنا يعني حقيقة يعني في حالة ترقب لماذا سيصدر من بيان من المراقبين الدوليين. هل يا ترى سيعطون الشرعية لهذه الانتخابات التي الجميع متفق على أنها مزيفة كما هو الحال في كل الانتخابات، أم أنهم سيكون لهم هذه المرة دور مشرف يكشفون به هذا الزيف؟ هذا الشيء الذي نترقب حصوله. ولكن أنت تقول عفوا مزيف أو تزوير، ولكن المفوضية ربما تابعت يعني منذ أكثر من شهر يعني حملة الانتخابات تقول إنه هذه المرة مختلفة الآلية والطريقة، حتى نسبة التزوير ربما تكون 0%. هكذا لا توجد أي انتخابات يعني لا يوجد فيها يعني بحسب الطريقة الآلية لعملية لا يا أخي أنا يعني أضرب لك مثل ذكرته قبل هذه الساعة. ذكرت أنه يعني مجرد المفوضية سمحت بالبطاقات المؤقتة بالعمل مرة ثانية وهي عددها ما يقارب 4 ملايين بطاقة. صحيح. فتتخيل 4 ملايين بطاقة كم ممكن أن تشتري بها مقاعد يعني بالبرلمان. طبعا ممكن تغير موازين عظيمة يعني هذا إذا بيعت هذه البطاقات إلى الأحزاب. وبالتالي يعني المواطن العراقي ليس لديه في هذه المفوضية. بعدين المفوضية أخي الكريم تم ترشيح المفوضين من قبل الأحزاب، يعني 2 من الحزب و2 من الحزب. صحيح. وبالتالي هي أصلا يعني جاءت من رحم هذا النظام السياسي. وما الذي يجعل أنه المواطن العراقي يثق بأن هذه المفوضية حقيقة هي محايدة ليست مستقلة كما تسمى؟ ناهيك عن الآن يعني الأخبار ترد على أنه الأجهزة تتعطل، وترد الأخبار على أن لا يسمحون للمحامين المراقبين من الدخول إلى مراكز، وقبل قليل في ديالة حادثة قتل. يعني شيء يعني لا كيف يعني المواطن العراقي يثق بالذهاب إلى مثل هذه المراكز الانتخابية وهو غير آمن على نفسه، ولا يثق بأن صوته سيذهب إلى الشخصية التي يريد أن يصوت لها. نعود مرة أخرى لناشط في تظاهرات ثورة تشرين سيد عباس فاضل، مرحبا بكم مجددا. يعني كما ذكر قبل قليل أستاذ نظير هناك خشية يعني شبه مؤكدة من تحصل عمليات تزوير كالعادة، وأيضا هناك مشاكل تقنية أخرى، تعطل مئات الأجهزة في أثناء عملية التصويت. كل ذلك كيف سيؤثر على نزاهة هذه الانتخابات؟ أستاذي العزيز، بالنسبة للانتخابات احنا متوقعين من السياسيين مثل ما قال الأخ العزيز نظير، فعلا متوقعين كل شيء من السياسيين بكل الطرق الملتوية يريدون يوصلون إلى مبتغاهم. فما أعرف يعني أكو حاليا فطايق يعني دا أشوفها أمام أنظاري. الفطايق اللي ما محدثة أو ما المفروض يستخدموها بالانتخابات يستخدموها ويطولها لل يعني يطول للناخب مكانها، يسلموها يطول للناخب مكانها وصل ويدلب صوته وينتخب ويطلع ورا أيام معدودة أسبوع أو 10 أيام يجي ياخذ البطاقه مالته ويستلمون الوصل ماله. يعني حيل شرعيه استاذ العزيز، حيل شرعيه. طيب اين المراقبون؟ يعني اليس من المفترض هناك مراقبون في كل مركز يشاهدون ما يحصل من الخروق؟ يقول لك هذا قانون، هذا قانون المفوضيه، هي قانون المفوضيه مو قانون المراقب ماله شغله
ما يقدر يتدخل بهاي الشغله، يقول لك هاي قانون المفوضيه، ينتخب ناخذ البطاقه مالته ونعطيه وصل، ورا ايام يجي يسلم لنا الوصل ونعطيه البطاقه مالته. فهم الاستاذ العزيز الشعب، قلت لك الشعب متعظ، والشعب اصبح حتى يعني نقدر نقول الاغلبيه حاليا الشعب مقسم الى اقسام، القسم الاول ما يريد ينتخب، القسم الثاني يجي ويسقط بطاقته زين، والقسم الثالث ده يجي اصلا ما يعرف لمن ينتخب، ما يعرف لمن ينتخب. فمن نقول له انت من المرشح مالك؟ مختار واحد يقول لا والله انا هيك دارج اجي، انا جيت هيك بس اريد اي واحد، او بهم اللي يجون يشوفون مو على هاي القانون الجديد اللي صار الاستاذ العزيز. الناخب يجي يريد ينتخب شخص معين، ضال شخص معين ويعرفه مثلا نزيه او كفو ويريد ينتخبه، فما يلقى اسمه، لان هذا المرشح على غير دائره، مثلا على دائره الكرخ او المنصور او غيرها، فما يقدر ينتخبه، لان هو له حق ينتخب بس داير مداير منطقته. صحيح. فهنا هم اكو اشكاليه بهذا الموضوع، يعني احنا مثل ما كنا بالانتخابات السابقه، لا لك حق تنتخب اي شخص على كل العراق. مفتوح، نعم. حاليا لا، اصبحت الدائره مع حاصرين الناخب بدائره معينه، يعني تجي لازم تنتخب واحد من جماعتهم. هذا اللي يصير استاذ العزيز. الان سيد عباس، يعني لديكم مطالب بصفتكم ناشطين وثوار ثوره تشرين، من اهم هذه المطالب محاسبه قتله المتظاهرين. هذا المطلب الذي لم ينفذ حتى الان، يعني اذا ما وصل برايك مرشحو لنقل الميليشيات الى البرلمان الجديد، هل تتوقعون الاستجابه لمطالبكم على راسها محاسبه قتله ثوار تشرين؟ هو كأمل نتأمل منهم خير، ولكن ما تتأمل خير من سارق وقاتل وناهب على مدى 18 سنة. يعني هسه أستاذي العزيز، مع احترامي لك وللسامعين، أنت تكذب علي كذبتين بالثالثة ما ممكن أصدق بعد، يعني أنت كذبت علي كذبتين ما ممكن بالثالثة أصدق. فصار لهم 18 سنة يكذبون، زين هاي الدورة شنو راح تختلف عن دورة السابقين؟ إذا هم نفس الوجوه، ما دام نفس الوجوه أستاذي العزيز، أكو نقطة خليها ببالك، ما دام نفس الوجوه، اذا نفس العملاء ونفس الاجندات الخارجيه هي اللي تحكم منذ 18 سنه. يعني انا من يبقى نور المالكي، يبقى مقتدى الصدر، يبقى هادي العامري، يبقى الخزعلي، يبقى اذا انا شنو اللي سويته؟ هم لو يريدون يسوون مو نفسهم صاروا 18 سنه ما سووا؟ ما دام باقي هو، اذا هم راح يسوي، ما راح يسوي. واحنا لا يعني طالبنا ب كشف قتلة المتظاهرين، ما حد كشف لنا. الكاظمي سوى عملية مفبركة ضحك بها على عزقون، مثل ما نقول، ما أقول ضحك بها حش الشعب، بس ضحك بها عزقون، أظهر قاتل أو قاتلين مو أكثر، زين. وهمينا ما متأكدين أنه هم أو مو هم، لأنه أكو واحد من المقتولين الله يرحمهم أبو الناشط، أبو المحامي علي كاتب، زين. هذا الناس قالوا قتل عشائري، ناس قالوا لا هو هذا القاتل من المسلحين، وهذا فما عرفنا الحقيقه ما سوينا. صحيح. اما بالمرحوم هشام الهاشمي قالوا لقينا القاتل ماله، وين القاتل ماله؟ طلعته على الفضائية، طلع يحكي منو اللي دزه؟ منو اللي علمه؟ منو اللي نطال السلاح؟ اي جهه هي اللي يتبع لها؟ فهذا ماكو. فهذا ضحك عزقون استاذ العزيز، وهمينا صدقني وتذكر يوم من الايام هم راح يطلعون كشف، ما يكشفون قتله المتظاهرين، لانه نفس الاجندات الخارجيه اللي تحكمهم هم باخين. صحيح. ارجو ان تبقى معي مره اخرى الناشط سيد عباس فاضل. من هنا استاذ نظير، يعني هناك بحسب مصادر صحفيه وردتنا، فانه في مدينه الموصل مثلا الاقبال لا زال ضعيف جدا، يعني أعداد قليلة جدا فقط تشارك في هذا التصويت. كيف تفسر العزوف عن المشاركة في هذه المناطق التي كما تعلم حيكت مؤامرة كبرى على هذه المدن، وهناك كانت أعمال عسكرية ودمرت هذه المدن، كيف تصف مشاركة أبنائها في هذه الانتخابات؟ يعني بالذات إذا تحدثنا عن الموصل، يعني المواطن الموصلي ماذا سيذكر لهذا النظام السياسي ولهذه الأحزاب التي تريد أن
تستفيد من صوته في الانتخابات. يعني هو ما زال يرى يعني أنقاض البيوت، وما زال يشم رائحة الجثث التي تحت الأنقاض، ولم يحدث شيء منذ نهاية الحرب على داعش 2017 وحتى الآن. هؤلاء السياسيين فقط هم يتاجرون بأصواتهم لمنافعهم الشخصية والحزبية، وبالتالي من حق المواطن سواء كان في الموصل أو الأنبار أو كل المناطق التي تعرضت لخراب شامل جراء الحرب على تنظيم داعش، من حقه أن لا يثق بهؤلاء السياسيين ويعتقد أن داعش والسياسيون الذين في السلطة هم وجهان لعملة واحدة، والاثنان مشاركون في الخراب الذي يعيشه المواطن العراق في تلك المناطق. بالضبط، حتى أسفل الشاشة عفوا الآن مصادر صحفية، لا إقبال على اقتراع في الانتخابات في منطقة المنصور بالجانب الأيمن. أرجو أن يكون الشريط موجودا الآن، الشريط الذي نقرأه، في منطقة المنصور بالجانب الأيمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى. بالفعل كما تفضلت، نعم، يعني الحديث يعني من حق المواطن أن يتساءل لماذا طيلة هذه السنين التي تمر بالرغم من الواردات المليارية لواردات النفط، ولكن مع ذلك المواطن في الموصل أو باقي المناطق المخربة من تنظيم داعش ما زالت حتى الآن هي أطلال، بل يمنع مواطنوهم من الرجوع إلى تلك المناطق، وما زال النازحون موجودين في مخيمات النزوح أو مهاجرين في إقليم كردستان أو خارج العراق. وبالتالي يعني هو كيف يمكن لهذا المواطن أن يثق بهؤلاء السياسيين وهي يعني نفس الوجوه تتكرر، ويذهب الحلبوسي قبل أيام إلى الموصل ويرفع شعاراته ويزين شوارب، يعني هذا كلام ساذج، يعني لا نعتقد أنه ينطلي على جماهير شعبنا. يعني أنت الآن حلبوسي هسه قمت تحكي بالشوارب ومسوي نفسك رجل ولك قيمة وتزين شوارب وتزين لحى، يعني عيب عليك على هذا الخطاب اللي تتخاطب شعب حضاري مثل شعب الموصل. أنا أعتقد يعني هؤلاء السياسيون بضاعتهم مزجات وفقدت قيمتها، ولا يوجد أحد يتبضع من هذه البضاعة التي الفاسدة التي يروجها هؤلاء السياسيون. صحيح. هناك أيضا مشاهد عنف، يعني هناك أنباء عن مثلا قتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مركز انتخابي في محافظة ديالى، هذا ما ورد. كيف تفسرون ما يحدث في بعض مراكز الاقتراع؟ نعم، أنا يعني سبق أن نوهت يعني كثير من الناشطين والهيئة العراقية لإدارة العصيان، نبهت المواطنين العراقيين بالابتعاد عن مراكز الانتخاب، بل الجلوس في البيت وعدم الخروج إلى الشوارع، لأنه هناك احتمالية كبيرة أن يتحول الصراع بين هذه الميليشيات والأحزاب إلى نزاع مسلح، ولربما هذه الحادثة تندرج ضمن هذا السياق. فيعني الشرح الحادث الذي وقع في ديالى يقول إن أحد المنتسبين بدأ الرمي لتفريق حشود، يعني حشود يعني بمعنى أن هناك حشود كبيرة جاءت المركز، وهذا كلام تدليس. لكن هذا الشرطي لماذا يعني يضرب بالهواء؟ يقول أثناء ضربه إطلاقه الرصاص بالهواء نزل السلاح وقتل منتسب وجرح آخرين. صحيح. هذا يعني أنا أشوف يعني هذا ليس الحقيقة، إنما ربما جزء من الحقيقة، لكن اللي أعتقده أنه ربما يندرج في ضمن التنافس الحزبي والميليشياوي. صحيح. الذي هو على أشد يعني حالاته في مناطق مهمة مثل ديالى، والخطر ما زال موجود حتى ساعة نهاية الانتخابات. لذلك يعني نهيب شعبنا محاولة أنه في هذا اليوم عدم الخروج إلى الشوارع وعدم الذهاب إلى مراكز انتخابية، على الأقل خشية على حياتهم وحياة أسرهم، لأنه لا يوجد هناك أمن حقيقي ولا ضامن لسلامتهم من أي اعتداء عليهم من قبل هذه الميليشيات. كما تعرف يعني ميليشيات مستهترة بحياة. صحيح. الناس، ولا تتورع عن استخدام القتل أو العنف ضد أي مواطن ممكن يسبب لها مشكلة. في هذا السياق سيد نظير، كيف تصف يعني تصريحات بعض زعماء
هذه الميليشيات وهم أنفسهم زعماء يعني كتل سياسية تشارك الآن في الانتخابات لهذا الشحن بصورة الشحن الطائفي للدعاية الانتخابية. نعم، وهذا يعني ما يولد الآن العنف. يعني أنا هذا الموضوع الشحن الطائفي كان مفيدا في الانتخابات الأولى والثانية، بل إنه كان سببا لإشعال يعني الفتنة الطائفية في العراق ومحاولتهم زرع هذا الاحتقان الطائفي وتوصيله إلى الجماهير، لكن نعتقد أنهم فشلوا، وبالذات عندما انطلقت ثورة تشرين يعني أقبرت هذه الفتنة الطائفية. ولذلك هذا الخطاب الذي يعني قبل أيام كان يتكلم فيه هادي العامري وقيس الخزعلي وحتى يعني الرجل وصل الأمر به أن يستقبل بالأحذية وتكرم بالقنادر، يعني ليش؟ لأنه الخطاب لم يعد يؤثر وسط ما يعتقد قاعدته الشعبية، يعني الناخب بالذات الناخب العراقي الشيعي الآن يعني عرف أن هذا الكلام كلام تدليس وكلام ضحك على الذقون، ويقول نحن لم نستطيع أن نخدمكم ونقضي على الفقر بسبب أنه نحن أنصار الحسين وأنصار علي. يعني ومنه اللي كان الدولة كلها بيدك، يعني شنو اللي يمنعك؟ أنه أنا أقول لك الذي منعك هو فسادك، فسادك وفساد أتباعك هو الذي منعك من تقديم الخدمات، لا أقول للعراقيين جميعا بل حتى لمن تنتمي لهم يعني طائفيا أو بالفعل هذا عرقياً. الخطاب أصبح مستهجنا يعني الشعب حتى ليس فقط السياسيين، حتى دعوات رجال الدين أصبحت لا قيمة لها عند بالفعل. العراقيين يعني حتى هنا فتوى السيستاني الذي دعا فيها للمشاركة بالانتخابات وإعادة تدوير نفس الوجوه لم يلقي لها أحد بالا، وحتى الفتوى في الجانب الآخر أيضا فتاوى طبعا هذا أبو الوقف السني واللي يسمي نفسه مفتي أهل السنة بوجوب الانتخابات يعني لم يعد أحد يعني يلقي لها بالا، وأصبحت يعني ما هم إلا مروجين لهذا النظام الفاسد ومحاولتهم للبقاء عليه. في آخر دقيقتين أنا سيد عباس فاضل ناشط في التظاهرات، يعني الآن هل تنتظرون تغييرا حقيقيا أو شبه حقيقي؟ هل هناك أمل من نتيجة هذه الانتخابات في العراق، أم أن تدوير الوجوه يعني تعتقدون أنه سيكون سيد الموقف في النهاية؟ أستاذ العزيز، شوف أكو فد نقطة يستخدموها السياسيين مثل ما نقول هي حيلة شرعية. هسه من تجي على الناخب تقول له ألم راح تنتخب، يقول لك والله أنا لقيت واحدة أو واحد هذا نزيه أو هي نزيهة وإن شاء الله يسوون شغل وكذا. المصيبة مو بالمرشح النزيه أستاذي عزيز، هاي المرشحة أو المرشحة اللي يعتبرون نزيه هذا راح يحصل أصوات، راح يصعد للبرلمان، من خلال البرلمان من دخل البرلمان راح يصير تصويت مثل ما نعرف على رئيس الوزراء أو على رئيس الجمهورية أو على رئيس البرلمان. فهذا النزيه هو جاي أصلا طالع من رحم الكتل السياسية، فإلما راح يطي صوته؟ راح يطي صوته الرئيس كتلته، ورئيس كتلته منه هو نفسهم نفس الوجوه، فراح يطي الانتخابات راح تصير بمجلس النواب اللي يرشحون رئيس الوزراء أو واحد من الرئاسات الثلاثة. أيضا يعني حتى النزيه اللي أنا انطيت صوتي راح ينطي صوتي للفاسد، فراح نرجع نفس الوجوه ولا أمل بالتغيير ولا أمل شبه تغيير، نفس الوجوه نفس القيادات. إحنا التغيير إحنا إذا نقدر يعني أمنيتنا إنه نغير بس هالوجوه الكالحة رؤساء الكتل، رؤساء الكتل إحنا إذا خلصنا منهم راح نخلص من كتلهم، ولكن إذا هو رئيس الكتلة باقي وأكيد راح يجيب واحد راح يرشحه وياه ونزيه وابن آدم. نعم، أشكرك ناشط التظاهرات سيد عباس فاضل، ونذكر بهذا الخبر العاجل الذي يظهر الآن أسفل الشاشة. عامر الجنابي وهو مدير المؤسسات الدينية في الوقف السني يهدد الأئمة والخطباء الرافضين للتكبير في بالأجهزة الأمنية. كيف تفسر هذا يعني هذا التصريح؟ يعني يعني نفس الفعل، يعني هو الظاهر كل واحد يعني ينظر إلى من يتبعه مذهبيا، يعني ربما هذا هو يحاول أن يكرر ما حدث في تركيا أثناء الانقلاب، كان الأئمة يكبرون بالجوامع. وأنت على شنو تكبر؟ يعني هي انتخابات راح تعيد زمرة فاسدة كانت موجودة في السابق، والآن العمل مرة ثانية على إعادتهم.
يعني أشوف أنه هذا هو أحد المروجين وأحد الأبواق التي تروج لنفس النظام، ومع الأسف هو ليس له أي علاقة بالسنة ولا يمثل آراء السنة. والسياسيون السنة الذين يعني يرشحون نفسهم باسم هذا المكون هم براء، يعني بدليل أنه هذا هو صاحب الوقف السني. أفضل ما أنه تأمرهم بالتكبير كان حافظت على الوقف السني اللي يحتوي الوقف الشيعي، وكان وقفت بوجه الميليشيات اللي تحتل الجوامع وتحتل الأوقاف السنية في مناطق أهل السنة. صحيح. يعني الأمر لا يخرج عن دائرة الفساد المستشري في هذه المؤسسة منذ وقت طويل. إذن شكرا جزيلا في ختام هذه التغطية لنقل سيد نظير الكندوري الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. وهذه المتابعة مشاهدينا الكرام إذن مستمرة، انتظرونا أيضا في متابعات خاصة بهذه الانتخابات. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وفي أمان الله وحفظه.